الآن التحدي لتجديد العهد بالتحدي، وتنطلق إذن حبلنا الكريم هذه المسيرة من جديد، والزميل عبد الرحمن أحمد أمين هو من سيتابع معكم لحظات التحدي في هذا الشوط على ميدان التحدي. أحييكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بأجمل تحية في هذه اللحظات مع انطلاقة ثاني أشواط هذه الفترة ما قبل صلاة العصر، وانطلاق هذه الأشواط التي ستكون بمثار التحديات وبمثار الانطلاقات وأيضا التنافس القوي والمثير هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، هو مهرجاننا الذي يقارب على اصدار الستار ونهاية هذا المهرجان الذي كان على مدار 10 أيام. هنا ترقص الهجن العربية الأصيلة طربا وتسير أيضا انطلاقا مع انطلاق رياضتنا في كل وقت وفي كل حين. أسير بحضراتكم مشاهدين الأعزاء إذا مع مقدمة هذا الشوط ومع الانطلاقة التي سنعبر من خلالها 5 مراكز، أولى هي في المركز الأول. إذا ننتقل مع المركز الأول وعز الجيش اللي على المركز الأول لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، وهناك ناصر بن صرير المري هو اللي يقود انطلاقة عز الجيش على المركز الأول، بينما في المركز الثاني متوكل على المركز الثاني لسمو الشيخ فلاح بن زايد النهيان وسالم بالغبشي الكتبي اللي يقود ايضا انطلاقة المتوكل الى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذا الريان في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وهناك اذن سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع انطلاقة الريان. نعود الى رابع المراكز وهذا هو محبوب في المركز الرابع لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن علي بن نواس اللي يتولى التضمير والتدريب. اما خامس المراكز فالطف ياتي على المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ويمعة بن عتيج بن شسلة الرميثي، واللي يواصل ايضا انطلاق الطف في هذا الشوط. 5 مراكز اذا مشاهدينا متابعينا الكرام مع اول انطلاقات هذا الشوط، الشوط الخاص بـ8 كيلومترات، اكيد اندفاع قوي وانطلاق هناك من البدايه كما يحدد مسار هذا الشوط واللي اعلن انطلاقه دائما عز الجيش. عز الجيش اللي على المركز الاول وهو بالفعل قائدا في جيش هذه الزمول التي تشارك في هذا الشوط، وعز الجيش لابناء الامير محمد بن سعود الكبير وناصر بن صرير المري اللي تابع انطلاقة عز الجيش من البداية ويعشق أسماء الجيش وعز الجيش هو ناصر بن صرير المري. ثاني المراكز وانطلاق متواصل من متوكل اللي بادي هذا الشوط بتوكل كما توكل الجميع على الله، وهنا متوكل سمو الشيخ فلاح بن زايد النهيان، وهناك أيضا سالم بالغبشي الكتبي اللي يقود انطلاقة متوكل على المركز الثاني. أعود لثالث المراكز وتحديات المركز الثالث، ولا بد من الانطلاق هناك مع الريان. الريان هذا هو اللي على المركز الثالث لسعادة شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سعيد بن عبد الهادي الشهواني، معلن انطلاقه أيضا هذا هو أبو عسكور هادي المضمرين هو اللي يعلن الانطلاقة ويعلن أيضا التحديات، هو الهادي، هو هادي بالأداء وهادي بانطلاقة هذا الشوط. ونقول الريان 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 اللي على المركز الثالث. أعود إلى رابع المراكز، وهنا على المركز الرابع دخول من الصنافي، الصنافي اللي يصل في المركز الرابع لهجن الرئاسة بدولة الإمارات، وهناك سعيد بن حمد بن دري الفلاحي اللي على انطلاقه وإذا تحدياته، بينما في المركز الخامس نعود مباشرة مع محبوب
لازم الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك مطر بن علي بنواس في انطلاقة هذا الاداء. ما شاء الله، اذا هذه المراكز الخمس، تحركاتنا الخمس في هذه اللحظة، ومع ثلاثة كيلومترات الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق، ونقول التحديات هناك مستمرة مع هذا الشوط، الكل يطمح ان يعلن وجوده في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. ما شاء الله وتبارك الله، اندفاع، تحدي، قوة، إثارة في هذا الشوط بالفعل. عز الجيش هو القائد الأول، هو المحتل المركز الأول، هو المسيطر السيطرة التامة مشاهدينا الأعزاء على المقدمة، ونحن أيضا مع هذه لحظات وتصدر لحظات عز الجيش، أيضا نتابع على الكادر السفلي هناك، واللي تتصدر أيضا الثلاث الأوائل بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، أيضا بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع الذي كان في المركز الأول وإن استطاع أن يفوز بأول الأشواط. يعود الماضي الجميل، الماضي الذي يذكرنا بتاريخ هذا المضمر. هنا على المركز الثاني أيضا كانت متواصلة العقرب لجن العاصفة، وكانت في ثالث المراكز الراقي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه المراكز هناك بالنسبة لأول الأشواط، ولكن دعونا نعود مع هذه الانطلاقات ونشوف الموقع الآن فقط لإخبار مشاهدينا الأعزاء من يتابعنا عبر دبي ريسنج في هذه الانطلاقة وفي هذا التواصل نقل أحداث هذه الرياضة العربية الأصيلة مباشرة في كل مكان أينما تتواجد انطلاقات هذه الهجن الأصيلة، تتواجد هذه اللحظات المميزة. هناك عز الجيش اللي لا زال على الصدارة وعلى المركز الأول وما غير الموقع ولا بدل أيضا من المكان، يعشق وجوده على المقدمة والصدارة عز الجيش لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، وهناك ناصر بن صرير المري هو القائد لانطلاقة عز الجيش. وركز يا بن صرير، ركز أيضا مع اللحظات وانتظر القادمون على المركز الثاني. احتفال هناك على المركز الثاني، وتقدم بدأ الآن من متوكل اللي مسيطر على ثاني المراكز من أول الأشواط، من أول الانطلاقة حتى هذه اللحظات. إذا متوكل، وكل التوكل دائما على الله سبحانه وتعالى، ومتوكل لسمو الشيخ فلاح بن زايد النهيان، وهناك أيضا سالم بالغبشي الاجتبي اللي ملاحق عز الجيش. عز الجيش أعود لثالث المراكز، ويتواصل الريان على المركز الثالث. هنا قادم ايضا الريان، وخلوا بالكم من الريان وركزوا على اسم الريان، هذه المنطقة الجميلة هنا بدولة قطر ما شاء الله، وهذا ايضا النادي العملاق، النادي هناك نادي رياضي مسمى باسم الريان، يحمل ايضا تحديات، واليوم ايضا بيكون عنده مشاركات ايضا امام السد القطري في نصف نهائي كأس ولي عهد قطر ما شاء الله. إذا هناك أتمنى إن شاء الله أن يكون أداء الريان قبل أداء المباراة هناك في المساء ومساء هذا اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام، الريان هناك إذا على المركز الثالث والثلاث ما شاء الله، بعيد عن كل المشاركين، بعيد، الظاهر أن هناك الناموس فقط يتجول ما بين الثلاث. هنا على المركز الرابع، أعود إلى رابع المراكز ومحبوب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن علي بونواس. يا سلام يا بونواس، انطلاق مع الزمول المميزة في هذه اللحظات. والمركز الخامس هذا الصنافي على خامس المراكز لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك هناك سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. أرى بعض الأسماء وأرى بعض الانطلاقات، ولكن كل الامور هناك على المقدمه وعلى الصداره. هناك الحرب موجوده هناك على الانطلاق وعلى التحدي وعلى التواصل. اتمنى ان يبقى الامر هنا مع هذه الانطلاقه ومع هذا التواصل. الصداره هناك تبادل اذا ما بين الثلاث، ما بين الثلاث والريان. شوفوا الريان كيف تحرك، شوفوا الريان كيف انتقل، شوفوا الريان اللي غير على المركز الاول. يا سلام يا سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وهناك سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يا سلام مع الريان
ومعلن انطلاقة الريان وبدل الريان، ذكرناه بالمباراة اليوم، أعلن الهجوم سعيد بن عبد الهادي في هذه اللحظة إلى الصدارة المركز الثاني، عودة للمتوكل، متوكل على المركز الثاني لسمو الشيخ فلاح بن زايد النهيان، وهناك سالم الغبشي الاشتبي اللي على ثاني المراكز، وعز الجيش وياهم، عز الجيش أيضا متواجد مع المركز الثالث هناك لهذه الانطلاقة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير وناصر بن صرير المري. يا سلام، كيلومترين يا جماعة، آخر كيلومترين، آخر كيلومترين، من هو الجديد القادم؟ أشوف المركز الرابع، عودة إلى محبوب على رابع المراكز، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك مطر بن علي بن نواس، ويا سلام الطف يعود إلى المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، ويمع بن عتيج بن جسلة الرميثي. يلا يا المحترف، يلا يا المحترف، نشوف الامور، ولكن تغييرات على خامس المراكز، الدخول من عالي، عالي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهناك الشيبه بن علي السبوسي مع خامس المراكز، هذه المراكز الخمس، هذه التحديات الخمس، هذا الفوز اللي يعلن ايضا ان الجميع هناك متحدي. واقتربوا ايها المضمرون، خلاص كيلو ونص باقي على خط النهايه، كيلو ونص هناك، يا سلام يا سلام يا سلام، اشوف هناك الانطلاقه، اشوف التحديات، اشوف الريان اللي بالفعل على المركز الاول، روح روح الله وياك، روح روح يا سعيد بن هادي يا شهواني على المركز الاول وعلى الصداره، وهناك شعار، شعار مميز دائما في مشاركات هذه الرياضه العربيه الاصيله، سعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه ال ثاني هو اللي يحمل ايضا هذا الشعار ويواصل هذه الانطلاقات. راح الريان، راح راح على الصداره، راح، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والليله مثل ما قلنا لكم اللعبه، اذا تابعوها، تابعوها ايضا، تتابعون تشوفون الريان، ريان الاصاله ولا ريان الكره، هناك وين؟ وين اللي بيبين وين؟ وين نشوف التحدي؟ وين الاصاله؟ وين المقدمه والانطلاق؟ نشوف هناك المقدمه والريان، سيطره واضحه، سيطره واضحه، سيطره مع هذه اللحظه ومع هذا التميز وهذا الاداء الجميل اللي نشوفه في هذه الانطلاقات. خلاص اتوقع انه وقع عقد مع الناموس من البدايه، واشكرك ايضا يا راعي مصيحه، اعلنت من الريان هناك من عديناه، قلت خلوا بالكم منه، خلوا بالكم منه، واكيد اكيد هو هني متواجد على المقدمه والصداره والنهايه والسياره وكل ما في هذا الشوط. خلاص سجله 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 الريان ودون الريان اسمه في هذا الفوز وفي هذا المساء الجميل. تهانينا والناموس اذا لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه ال ثاني على هذا الاداء الجميل، وما شاء الله شعار تميز دائما بتواجده في كل الانطلاقات، وبالفعل يصل ويقترب الى خط النهايه، والشكر موصول ايضا لمضمر الريان مواديك مدرب اليوم في المباراه سعيد بن عبد الهادي الشهواني، اكيد يمكن ياخذونك انتداب اليوم لمباراه اليوم هناك لتقود ايضا الريان في المباراه، ولكن خلاص بسلم على اهالي الريان مباشره ومنطقة الهواجر بالذات. يا سلام يا سلام يا سلام، الريان وخط النهاية إذا، والاقتراب وعناق خاص بين الريان وخط نهاية هذا الميدان، ميدان التحدي والفوز بهذه النهاية. المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث كان هناك متوكل لسمو الشيخ فلاح بن زايد النهيان، المركز الرابع سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس الساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه اذا مشاهدينا الاعزاء المراكز الاولى والتحديات الاولى والانطلاقات الاولى، ما شاء الله هنا وقت ما تجاوز الريان وفاز، الريان وفاز الريان في هذا المساء وهذا الشوط بالذات. يا سلام، خلاص عبد سعيد بن عبد الهادي الشهواني، خلاص عينوك مدرب ايضا للريان بدل باولو اوتوني، خلاص هناك تعينت خلاص على النادي مباشره. اذا اللحظات الاخيره والوصول الى خط النهايه وتحدي. ١٣ دقيقه و39 ثانيه و6 من الاجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد
من خليفة الثاني، وتهانينا سعيد بن عبد الهادي شاواني المركز الثاني. وصل غصب ايضا ليصل للمركز الثاني، تهانينا والناموس لاسم الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا سالم بن سعيد بن منانه السويدي 13 دقيقة 41 ثانية و9 اجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان من نصيب متوكل، تهانينا والناموس لاسم الشيخ فلاح بن زايد الهيان 13 دقيقة 42 ثانية، 7 من الاجزاء من الثانية، وتهانينا لسالم بالغبشي الاجتبي اللي حقق هذا الفوز وهذا التواصل.